الإعلامية منى الشاذلي عودتنا على إن هي دايماً اللي بتحاور الضيوف، وبرنامجها معكم منى الشاذلي محقق نجاح كبير جداً، وبتقدر من خلاله تعرف الجمهور لمحات من حياة ضيوفها من غير ما تحسس المشاهد بملل. اتميزت في برنامجها دوناً عن إعلاميات كتير، وبقى حلم كل النجوم الصاعدة إن هم يكونوا ضيوف منى الشاذلي. لكن في الساعات الأخيرة خرجت منى بشكل مختلف تماماً للناس، وهي إنها بدلت الكراسي والأدوار وبقت الضيفة مش المذيعة. وبالفعل كانت ضيفة في برنامج اي بي توك مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، واللي صرحت من خلال برنامجه عن معلومات كتير بتخص حياتها الشخصية واللي مش كتير يعرفها. صرحت منى الشاذلي إن هي شخصية إيجابية جداً وبتحب الحياة، وإنها مهما كان عندها شخابيط جواها ومشاكل بتحاول دايماً ما تشوفش إلا الحاجة الكويسة وتتفائل، وإن هي مفيش عندها حاجة اسمها كره، مفيش أكلة بتكرهها ولا شخص بتكرهه، عايشة كده بحلاوة روح ونفس طيبة. وهي قدرت من خلال حياتها دي كمان تورث ولادها نفس الطباع، لأنها أصلاً نشأت في أسرة سوية نفسية ودي طباعهم. كمان منى اتكلمت عن بيتها وقالت إن هي طلعت في أسرة محبة للكتابة والكتب، وهي وإخواتها الثلاثة لما دخلوا المدرسة كانوا بيعرفوا يكتبوا كويس جداً، وده لأن مامتهم كانت بتعلمهم الكتابة والقراءة من وهم سنتين. واتكلمت منى عن والدها، قالت إن هو راجل جميل وتعلمت منه الأخلاق وتأثرت بأفكاره في الثقافة والأخلاق والمعرفة وتعلمت منه كتير. كمان منى الشاذلي قالت إن هي شخصية قوية جداً، وقوتها دي مش إن هي بتغلط في حد أو بتفرد عضلاتها على الناس، لكنها بتعرف تعدي مواقف وأزمات غيرها بينهار فيهم، ودي بالنسبة لها القوة الحقيقية. منى الشاذلي صرحت كمان إن هي ما كانتش مختارة كلية الإعلام نهائياً، وكان حلمها تكون دكتورة لأن هي كانت متفوقة في الدراسة، ولكنها دخلت إعلام الجامعة الأمريكية على اعتبار إن هي كلية سهلة وقريبة لقلبها. كمان صرحت إن سبب إن هي تشتغل مذيعة ده كان بتشجيع من صاحبتها، وقالت لها انت ما ينفعش تكوني حاجة تانية غير مذيعة، وان ده اصلا ما كانش طموحها، ودخولها الاعلام جه بالصدفة ومن غير اي وصايا. منى قدمت ان هي تشتغل مذيعة وعملت بنصيحة صاحبتها بالصدفة، وهي في التقديم اتسألت سؤال في التاريخ والجغرافيا وما كانش حد عارف الاجابة غيرها، وده اللي كان سبب في نجاحها واجتيازها الاختبار وانضمت لاي ار تي. منى اتكلمت كمان عن حياتها العاطفية، وقالت ان الحب في حياتها كان صدفة بحتة، جه من غير اي مقدمات ولا حتى تخطيط. كانت مسافرة روما علشان تشتغل في قناة هناك، وما كانتش مدية فرصة أو مجال إن هي ترتبط، ولكن حصل العكس، اتعرفت على شخص هي وهو في البداية ما كانش حد فيهم بيطيق التاني نهائي، وما كانش فيه بينهم أي قبول، وكانت بتتجبر تخرج معاه، وهو كمان كان بيكون مجبر لأن بينهم أصحاب مشتركين. لكن الآية اتعكست وتحول الكره لحب كبير، استمر لمدة 25 سنة لحد النهاردة، وبقت زوجة وأم ناجحة وكمان إعلامية رائدة في مجالها.